فكرة العولمة أو سقوط الحواجز بين المصطلحات والتفاصيل المختلفة. العولمة يعني بقدر ما ليها عيوب، بمعنى أنها بعض الناس كانت خايفة أنه يحصل أن الدول القوية أنه ما فيش تكافؤ فرص دولي، وبالتالي الدول الضعيفة تعاني. حقيقة أنه العولمة برضو لها ميزات، والإعلام وغيره ومواقع التواصل في كشف هذه الفروق المختلفة، لأنه كان فيه نوع من التقديس لمنظمات المجتمع المدني التي ظهرت في السبعينيات وبدأت ترتفع في التسعينيات. كانت هذه المنظمات وبعض كمان حتى المنصات الإعلامية كنا بنتعامل معها ان احنا بقى متخلفين وهم إعلام ومهنيين أكثر. صحيح. الحقيقة انه بدأت تتكشف فكرة تداخل المال والسلطة بالإعلام، وهذا الإعلام فكرة الإعلام المحايد أو الإعلام المستقل في أوروبا لم يعد موجودا. في منصات واضحة جدا وقعت في أخطاء، يعني إحنا ما بنقللش من قيمة مهنية هذه المنصات، لكن الحقيقة أنه في أخطاء واضحة جدا. بي بي سي وقعت في مشكلة كبيرة، أحد مراسليها منذ 3 أسابيع طلع وقال أنه الأفلام اللي اتعملت في 2018 حول السلاح الكيماوي في سوريا واللي بناء عليه تم قصف سوريا، هذا الفيلم مزور لأنه استخدم أطفال وممثلين وغيره، ودي لم تكن أول مرة، لأنه 3 مرات تم قصف سوريا بناء على ده. مش فكرة إن أنا مع أو ضد النظام السوري، لكن أنت بتتكلم في منصات إعلامية دولية كبيرة بتقع في مثل هذه الأخطاء. في البي بي سي أخطأت مع مصر أكثر من مرة انها نشرت بعض المعلومات الخاطئه، وبالتالي فهنا ايه؟ يسقط التقديس ونتعامل معها على انها بشر وعلى انها تخضع للتدخلات وتخضع لتمويلات، لانه اصبح النهارده عولمه كره القدم في عرب بيملكوا نوادي في اوروبا. صحيح. في عرب وبعض الجهات المتورطه في تمويل الارهاب بتتداخل مع المنصات الاعلاميه وبتشتري في الجارديان وبتشتري في غيره، لانه الفكرة انتقالات رأس المال أصبحت بتتداخل، فاللي بيمول مراكز أبحاث بتعمل بالريموت كنترول. يعني بعض المنظمات الحقوقية اللي كانت لها اسم رنان جدا وكبيرة جدا فقدت جزء من مصداقيتها.